هروح مع حضراتكم دلوقتي للبحيرة، لأن في البحيرة مزرعة. المزرعة دي بتستخدم تقنيات حديثة داخل الصوب الزراعية لمحاولة تكيف المحاصيل الزراعية مع المناخ والبيئة، ولا تتأثر بالتغيرات المناخية. بيتم من خلال هذه الصوب استخدام تربة بديلة. التربة دي مصنوعة من ألياف جوز الهند. ايه التفاصيل وايه اللي بيحصل في هذه المزرعة؟ هو ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال الجولة اللي تمت داخل المزرعة، علشان نعرف ازاي بتتعايش المحاصيل الزراعية مع التربة الحديثة. في مزرعة في البحيرة بتستخدم تقنيات متطورة للتكيف مع تغير المناخ. المزرعة دي عبارة عن صوبات زراعية آلية بتخضع للمراقبة وتتتبع حالة المحاصيل ونموها في كل دقيقة علشان تتجنب أي تأثيرات سلبية على المحصول. المزرعة اسمها توليما، ومعناها هيا بنا نزرع بلغة البانتو. مساحتها 25,000 متر مربع، وكانت قبل كده بيتم زراعتها بالطرق التقليدية المعروفة، لكن ملاك المزرعة قرروا إنهم يعملوا تجربة مختلفة من خلال استخدام تقنيات الزراعة المائية والعمودية. التقنية دي بتعمل على زيادة المحاصيل وفي نفس الوقت بتوفر المياه والطاقة، ده غير إنه ملاك المزرعة بيتجنبوا بشكل تام استخدام المواد الكيميائية الضارة علشان الاستدامة وخلو المحاصيل من المبيدات في الزراعة. كمان في الصوبات دي بيتم استخدام تربة بديلة مصنوعة من ألياف جوز الهند وحاويات بلاستيكية معاد تدويرها لزراعة المحاصيل بتقنية الزراعة المائية، وده بيساعد على الاستفادة القصوى من المساحة وزيادة العائد مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية. احنا هنا بنختلف عن الزراعة التقليدية بان احنا بنستعمل تربة بديلة للزراعة. احنا بنستعمل هنا منتج اسمه كوكو بيت، وهو شعيرات جوز الهند المطحونة، عشان نطلع الزرع بتاعنا في مكان خالي من الأمراض، خالي من الأعفان، خالي من البكتيريا، وخالي من أي حاجة ممكن تضرني طالعة من التربة نفسها. زيادة على كده احنا بنزرع جوه أكياس مصنعة من الأزايز البلاستيك المعاد تدويرها. بنزرع بدايرة مية مغلقة بتخليني أعرف أحافظ على 90% من المية بتاعتي. أنا هنا في الصوبة دي بستعمل 10% من نفس المساحة اللي ممكن تكون موجودة في أرض خارجية عشان أطلع 10 أضعاف الإنتاج اللي موجود بره. المزرعة بتتكون من عدد من حاويات الزراعة العمودية اللي بيتم التحكم في بيئتها الزراعية، وبتسمح للمحاصيل بالنمو بشكل عمودي، وده بيحقق الاستفادة القصوى من المساحة مع استهلاك 20 لتر فقط من المية كل أسبوع. ده غير إنه سياسة عدم استخدام المبيدات الحشرية بتوفر تكلفة الإنتاج، وفي نفس الوقت بيكون في طلب كبير على المحصول. الناس بيتهيأ لها أن سعر المنتج بتاعنا هيبقى عالي جداً علشان هو منتج pesticide free وعشان هو مزروع بتكنولوجي عالي جداً، لكن العكس صحيح. التكنولوجي بيوفر لي تكلفة، وعلشان ما برشش دي لوحدها تكلفة كبيرة جدا بتتوفر عليا. التكنولوجي اللي أنا بستخدمه بيرفع لي الإنتاج بتاعي ما بين 10 إلى 15 ضعف في نفس الرقعة الزراعية بنفس العمالة اللي موجودة، فبالتالي تكاليفي بتقل.